السلام عليكم، مرحبا بكم لكيب تعلم ديجيتال. معكم وليد تعلم ديجيتال. فيديو جديد، سوجي جديد، ضيف جديد. الخطرة هذه واش راح نشوفو؟ راح نشوفو أهمية تطبيقات الهواتف في تطوير مشروعي. دونك وشنو هي لامبورطونس تاع لي زابليكاسيون موبيل كي نروح نديفلوبي انا البروجي تاعي، وثاني وشنو هما النقاط اللي راح نشوفهم في هذا الفيديو، هي وشنو هي الفوائد التطبيقات مقارنة بالمواقع، لماذا يجب أن أوفر تطبيق لزبوني، وكيف يتم إنشاء تطبيقات للهواتف. باش نعالجوا هذا الموضوع معنا ضيف كريم اللي تفضل معنا، اللي هو دحو مزيان. دحو مرحبا بك. الله يسلمك خويا وليد. دحو قدم روحك في بضعة أسطر. السلام عليكم وشكرا وليد على الدعوة تاعك. نعرف روحي، معكم مزيان دحو، اتيديون في ليكول سوبيريور دانفورماتيك اي زي الجي 5e اني. دونك العام هذا نكمل ان شاء الله، نسوتني في سبتمبر ان شاء الله. سبيسياليتي سيستم انفورماتيك انجينيري دو لوجيسيال، دونك ان انجلي سوفتوير انجينيرينغ، ديفلوبر موبيل اندرويد اي اي او اس. الله يبارك، صافي 4 ملي دخلت في الدومين هذا. الله يبارك. 4 خدمت فريلانس، خدمت مع دي ستارت اب، خدمت مع البروجي تاعي ستارت اب تاعي. دونك سي بوغ سا راه عيط لي مسيو وليد اللايف هذا يا خويا. على مشي والد انا عيط لك دحو، عيط لي والد يا على بالك دحو لازم تكون كول. شغل احنا ما عندناش عقليه تماك، شغل هذا لايف برك ماشي ميسيون ولا راك جديد. هاني جديد. لا لا راك قديم ان شاء الله، راك ديجا عندك الله يبارك 4 طون ديكسبيريونس، ماشي حاجه كما نقولوا صغيره. الله يبارك. الله يسلمك. ايه فورماتور صافي برسك 2 في الديفلوبمون موبيل وبروغراماسيون جينيرال، ندير دي فورماسيون بريزونسيال اونلاين اي تقدر تقول كيراتور دو كونتوني في ريزو سوسيو. ما شاء الله ما شاء الله. عندك شان دحو؟ شان يوتيوب، باج انستغرام، فيسبوك. جو بارطاج ان كونتوني تكنيك تو سكي اون ريلاسيون افيك لو فريلانس ولا لو ترافاي اونلاين. دونك انا لوبجيكتيف تاعي، واحد لان دي زوبجيكتيف تاعي بلي من الكونتنت تاعي انه نبوسي لي جون، نبوسي لي جون تاعنا انه يتكلوا على روحهم باش يولوا انديبوندون، ميم كيكونوا يقراوا ماشي حتى يستناو الخدمه بعد ما يكملوا قرايتهم. شايف كان هذا هو واحد من الاوبجيكتيف تاعي، ان الناس تبدا تخدم لي قبل ما تكمل قرايتها. يعني تدي الاكسبيرينس من قبل ما تدي الدبلوم تاعك، هذه حاجه شابه بزاف. اكزاكتلي، باسكو الناس كي تكمل قرايتها يقول لك باش نخدم لازم الاكسبيرينس، ديري هاك شغل بلان سي سا. لازم انت كي تفتح ستارت اب تاعك، ولا ما انا كفتح ستارت اب تاعي كنا نديرو ريكروتمون، لان دي كريتيري كنا نحوسو عليهم كي نخدمو الناس هي الاكسبيرينس. سي نورمال سورتو دومين تكنيك. Exactement. Donc là, c'est déjà de l'expérience, que ce soit des stages ou la freelance ou la ça dépend le cas d'ailleurs. Très bien, très bien. D'ailleurs, justement, quand كما قالت واحد الوزيره افتجأت كي قلت لي بلي فتحت ستارت اب وانت مازال ما كملتش قرايتك، هذه ما كانش على بالي بها. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. اون توكا كيما هضرنا دحو، لو كان نحبوا بون دوكا على بالنا بلي بزاف لي بروجي راهم يبانوا، شحال من خطره نكونستاتيو هذا الشيء. كاين لي ستارت اب راهم يتكرياو بين قوسين، باسكو كيف فتحنا القوس مع دحو على كنا نهضروا على تدي ليكسبيريونس من قبل ما تبدا تخدم، من قبل ما تدي الدبلوم تاعك. باردون دحو وقت تسمعني؟ وي نسمع فيك. طيب قلت لك هذه تاع تدي ليكسبيريونس من قبل ما تدي الدبلوم تاعك حاجه شابه بزاف، سورتو كي دوكا مع باش نو سمعت بها انت راك مبرونشي في الدومين، راهو خرج ستاتيو تاع اوتو اونتربرونور. دونك نورمالمون سا شغل الفريلانسر دوكا منا القدام ان شاء الله يكون عنده ان ستاتيو ان شاء الله. بون اسافوار دوكا كيفاش راح يخرج اكسيتيرا، دونك نشوفوا لي ديتاي ابري. مي كما يقولوا هذه حاجه مليحه بزاف للناس اللي تخدم فريلانس، يكون عنده ان ستاتيو اكسيتيرا، تولي عنده ان نيميرو سيكوريتي سوسيال، يدير لا كوتيزاسيون تاعو، ديكلاري، يدير يمشي فريمون ان بيزنس ويكون ريغلو، وكما يقولوا يافونسي سور دو بون باس. هذه نغلقوا القوس دوكا. لو كان تسمح لي دحو نبداو نهضروا على السوجي تاع اليوم. السوجي تاع اليوم وشنو هما كما قلنا الفوائد كي نكري تطبيقات الهواتف، يعني ابليكاسيون موبيل ابس. تسمى ما لقيتش الترجمه المليحه مع باش اذا راني صحيح ولا راني غلط.
وشنو صحيحة 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 وشنو هما لي زافونتاج اللي راح يكونوا عندهم، وفاش راح تعاوني باش نديفلوب انا البروجي تاعي، باش يافونسي البروجي تاعي، وشنو هاد لي زافونتاج. دونك نبداو بالنقطه الاولى اللي هضرنا عليها، وشنو هي الفوائد اللي راح تعطيها لي خويا دحو، وشنو هي الفوائد اللي راح تعطيها لي تطبيق هاتف اللي راح نكون انا عرضته للزبائن تاعي بارابور للسيت ويب تاعي. دونك راك حاب تعرف الفرق الفايدة بارابول سيت ويب ولي زابليكاسيون ولي فوالا زابليكاسيون اون جينيرال لي ولا بارابول زابليكاسيون سيت ويب دونك بارابول سيت ويب، تما لي زابليكاسيون بارابول سيت، لي زابليكاسيون موبيل بارابول سيت ويب. داكور دونك تما دوك نحكي انايا دوكا على تما تما باش حنا نحطوا روحنا في نحطوا روحنا في بلاصه واحد عنده بروجي. دوك انا عندي بروجي لونسيتو بالك، نقولوا حنا دوك انا نهضروا بزاف على لي ستارت اب، دونك نقولوا نوفيل انتربريز لونسات اكسيتيرا، وانا حاب نديفلوبي البيزنس تاعي، وواحد نقول واحد من صحابي كونسياني قال لي علاش ما ديرش اون ابليكاسيون موبيل. صح ندير ابليكاسيون موبيل حاجه مليحه، بصح دوك انا حاب نسقسيك انت دحو اللي راك تخدم ديفلوبر موبيل دوبي كاتر الله يبارك، وشنو هما الفوائد لي زافونتاج اللي راح نلقاهم كي نكري ابليكاسيون موبيل بارابور على لو كان عندي سيت ويب ولا راح نكري سيت ويب. تسمى دون كات فيغور تاع اذا عندي سيت ويب واش راح يبوسيني باش نكري لابليكاسيون موبيل، واش لابليكاسيون موبيل تمد لي عفايس زياده بارابور سيت ويب، ولا ما عنديش بار اكزومبل ني سيت ويب ني ابليكاسيون موبيل، علاش راح نخير لابليكاسيون موبيل بارابور سيت ويب. هذه هي لو كان نحبوا ندخلوا في الديتاي. داكور دونك الحاجه الاولى راح نبدا نحكيك على السيت ويب باختصار قبل ما نروح لي زابليكاسيون موبيل. دونك نابورت كال بروجي لازم يكون عندها سيت ويب، نابورت كال بروجي لازم يكون عندها سيت ويب. علاش؟ باسكو كي تسمع على ايدي ولا تسمع على ولا الكليون، ديجا نحكيو على الكليون من جهه، يحوس على السيرفيس اللي هو يحبه هو يشارشي في جوجل، جوجل يشارشي في لي ريزو سوسيو، يشارشي في كاش مونتر بروشارش. الحاجة الأولى اللي تطلع له لازم يطلع له السيت. إذا طلعت له الأبليكاسيون ما حش تطلع مع الولا هي، إذا طلعت له الأبليكاسيون ما حش تيليشارجيها باه يشوف ولا يسي لي سيرفيس ولا. وبريفيرونس يكون كاين سيت ويب لي لاكسي تاعو رابيد. أبري الأبليكاسيون موبيل هي شغل اللي دير الكونفيرسيون تاع هذوك لي كليون بوتونسيال من السيت دي كليون فيزيك أترافار الأبليكاسيون. صح. دونك ماشي شرط السيت ويب يكون فيه لي ميم فونكسيوناليتي تاع الأبليكاسيون موبيل، باسكو دي فوا تقدر دي فوا ما تقدرش. باغ اكزومبل كنشوفوا السيت ويب تاع انستغرام بارابول لابليكاسيون ديفيرونس كبيره بزاف. دونك سوا يكون سيت ويب كيما نقولوا فيترينا اللي تحكي فيه برك بريزونطاسيون على لونتربريز بلي عندكم ابليكاسيون، فوالا اللي تاعها تاع تيليشارجمون تاعها، الفيدباك تاع الكليون، حاجه هكا جينيرال بريزونطاسيون تاع لونتربريز تاعك. سوا دير ميم لي فونكسيوناليتي اللي كاينه في الابليكاسيون نفسهم في السيت ويب، باسكو كاين اللي ما يحبش يتيليشارجي الابليكاسيون سيرتو اذا السيرفيس تاعك ماشي كونسومابل كل يوم، تسمى كابابي تيليشارجيها النهار على جال سيرفيس يديرها مره في الزمان بعد يعاود ينحيها. او بريفيرونس السيت ويب يكون خير يقضي السيرفيس تاعو ويخرج، ولي تكون الخدمه تاعها شغل دائما يسحقها عليكم بريفيرونس تزيد لها لابليكاسيون موبيل تكون عندك. بصح باش تكون عندك اب وحدها بلا ما يكون عندك سيت ويب هذه ما جاياش، هذه خطا خطا ان يكون عندك اب بلا سيت ويب. مينيموم يكون سيت فيترينا اللي تبريزونتي فيه لونتربريز تاعك، وين جاي السياج تاعها، كيفاش يكونتاكتيوك اكسيتيرا. دونك هذه بارابول لامبورتونس تاع السيت ويب. صح. وكا بارابول لامبورتونس تاع لي زابليكاسيون موبيل بارابول لي سيت ويب، نروحوا الحاجه الاولى انه التليفون. التليفون راهم بارتو في الموند، الناس قاعده تيوتيليزي فيهم بارابول لي بي سي. دونك كاين دي بروجي بروفيسيونال كيما نقولوا حنايا في التعامل تاع البيزنس بي تو بي، هذاك البي تو بي اون جينيرال الناس ماذا بيك تكون داير سيرفيس هذاك في البي سي، باسكو الناس هذوك ما يكونوش يوتيليزي التليفون تاعهم بزاف، اون بريفيرونس يخدموا بالبي سي. دونك اون بريفيرونس تكون عندك هذيك السيرفيس تاعك يكون في السيت ويب. مي اللي يكونوا دي كليون نورمال ديجا الناس اللي تضل تخدم التليفون تاعها، اون بريفيرونس تزيد لهم لابليكاسيون موبيل باسكو هذاك واش يحبوا. صح. مي باغ اكزومبل واحد كبار في اللاج، الابليكاسيون تاعك ديستيني لواحد كبار في اللاج، ما السيت ويب راح يساعدهم كثر باش يشوفوا مليح لي زابليكاسيون كاين دي فوا يكونوا معقدين. وهنا دائما راني نحكي على لا سيبل تاعك، باسكو كي نقول لك الكبار ما تساعدهمش ابليكاسيون نحكي على لاجيري في مارشي واحد اخر، لي زابليكاسيون عند الكبار نورمال سي نورمال. نعم باغ اكزومبل على الثقافه تاعنا الكبار يحبوا سيت ويب، يحبوا فيسبوك انستغرام كابا ما يسمعوش به يعني مثلا. داكور هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام عندك البوش نوتيفيكيشن، لابليكاسيون تخليك دائما ان كونتاكت مع لي كليون تاعك ولا مع لي زيتيليزاتور اللي مطلعينها،
يعني تبعث لهم دي نوتيفيكاسيون اون كا كاين دي ريديكسيون، اون كا كاين دي كود برومو، اون كا كاين اوفر سبيسيال، اون كا كاش من حاجه زياده تقدر تبعث لهم نوتيفيكاسيون، راح تصوني يشوفها يشوفها، ما كاش ما يشوفهاش، دائما راح تطلع له من فوق راح يسمع ليدي هذيك. باسكو الماركتينغ ماشي شرط يكليكي ويدير لاكسيون، هذيك الكا بارفي، الكا بارفي انه يدير كونفرسيون يكليكي ويشوف ويدير كود برومو يوتيليزي. من الماركتينغ واش الفائده تاعه اون جينيرال، انه يسمع بليدي هذيك برك تبقى له في راسه، شاف كود برومو مره زوج ثلاثه كيشوف 10 مرات يقول هذه الابر يدير بزاف لي كود برومو بعد يوتيليزيها. هذا هو الاوبجيكتيف تاع الماركتينغ، وهنا راك يوتيليزي بيان لابليكاسيون موبيل. صح. فاهم؟ باغ اكزومبل كان نروحوا لواد كنيس، واد كنيس راهو يدير الخدمه تاعو كسيت ويب، وتقدر دير الخدمه سواء من التليفون كي تقدر تاكسيدي ليه فيرسيون موبيل، سواء من البيسي كي تقدر تاكسيدي ليه هنايا بسيت ويب. لابليكاسيون هذيك ماهيش فري ابليكاسيون، راهي برك سيت ويب موبيل، راهي تفتح كوم ابليكاسيون على اللي الناس تكريتيكيها بزاف. مي لوبجيكتيف تاعو راهو دايرو انه تقدر تدخل للسيت سواء بنافيغاتور تاع تليفون ولا بسيت ويب، على بها ما كسروش اللي صانهم يديروا ابليكاسيون. تسمى هنايا ما نقدرش نشوفها بوان كريتيك باسكو ديجا ما يخدموا نورمال. حاجه ثالثه اللي فايده تاع الابليكاسيون موبيل، اذا السيرفيس هذاك اللي كدير فيه يحتاج باغ اكزومبل عفسه بويسونت، ولا يحتاج زعما بروسيسور يكون مليح، باسكو دي فوا النافيغاتور يكون ثقيل اذا كان بيسي ماشي مليح، ولا سيرتو مثلا لي زابليكاسيون تاع تريت مون ديماج، اذا كان ابليكاسيون فيها تامبورتي الفوتو تاعك، تامبورتي فيديو، تامبورتي فيديو في تليفون نافيغاتور ماشي كيف كيف. باغ صح. اكزومبل في التليفون تقدر تكومبريسي، تقدر دير بزاف صوالح، باسكو تريت مون تاع لابليكاسيون وحدها كسيستم ماشي كيما النافيغاتور، باسكو لابليكاسيون كي نحكي كوتي تكنيك راهي تكونيكتي ديريكتومون مع السيستم تاع السيستم ديكسبلوطاسيون سواء اندرويد ولا اي او اس. بصح في السيت ويب النافيغاتور هو اللي راهو يخدم خدمته ماشي السيستم ديكسبلوطاسيون، مع كاين ان انترميديا، وهذاك النافيغاتور شغل تقدر تقعدو ابليكاسيون واحده اخرى. تسمى سيت ويب يوست ابليكاسيون، هذيك الابليكاسيون هي اللي تكونيكتي، على بها راه كاين فرق تاع سرعه ما بين التطبيق وما بين الموقع. ثاني كاين حاجه واحده اخرى، المود اوف لاين، مود اوف لاين كاين في لي زابليكاسيون ما كاينش في لي سيت ويب، كاين كلكو سيت ويب كيما جوجل دوك وكاع، مي ما نحكيوش على الكهرباء. دونك كاين حفايز اللي مثلا خبيتهم ديجا مقبل، ولا كاش من حاجه حاب تتفكرها تدخل لابليكاسيون، اذا راه ديفلوبر او ديالك مود اوف لاين، تسمى ما عندكش كونيكسيون ولا كونيكسيون تاعك ثقيله، غادي يبانوا لك لي زارتيك ولا يبانوا لك لي ستوري كيما فيسبوك، طفي الكونيكسيون تدخل فيسبوك تقدر تشوف لي فيديو القدام، تشوف لي بيبليكاسيون راك تشوف، ميم تيك توك او داير هاي يسوف غاردي لك ميم لي فيديو اللي مازال ما لحقتش ليهم، ميم كي ما تكونش كاينه كونيكسيون تبقى تهبط من واقيل كاش ما سته لي فيديو ولا سبعه نورمال، انت اصلا ما عندكش كونيكسيون. هذه كاين فايده واحده اخرى تاع لي زابليكاسيون. قال لابليكاسيون لي مالغري في اللي لي سيت ويب فاتت لي بالبروغريسيف ويب ابس تقدر ديرها على كل حال. اكزاكت 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 بيو دونك مي بروغريسيف ويب، بروغريسيف ويب ابليكيشن بارابور البرفورمانس على نيتيف تليفون سي ابليكيشن نورمال سبيسيال مود ابليكاسيون موبيل. ديفيرونس سي بينهم، نورمال سي نورمال. هي اون بريفيرونس، اذا واحد حاب يخدم ستارت اب ولا لازم يخدم، واذا الابليكاسيون تاعو شغل فيها بزاف لي سيرفيس وكومبليكي، اون بريفيرونس يسيباري لي بروجي، الاب وحدها، السيت وحده، باغ اكزومبل اللاب تاع الطابلت وحدها. علاه؟ باسكو كي راح تكون كبيره نقولوا 2 مليون يوتيليزاتور ولا، راح تصرا كاش ما بان، اذا صرات بان في حاجه واحده اذا كنت دايرهم كاع كيف كيف كلشي يحبس، اذا سيباريتهم هنا راح تسيباري الخدمه، سيباري لي بان. دونك اذا السيت ويب مشى لابليكاسيون تبقى تمشي، لي سيكيب ثانك تسيباريهم، يعني لي ديفلوبر موبيل وحدهم، لي ديفلوبر ويب وحدهم، لي ديفلوبر ديسكتوب وحدهم، هكا باش الخدمه تكون سيباري. باسكو دائما تخمم على السكيلابيليتي تاع البروجي تاعك، مي اذا باغ اكزومبل البروجي تاعك بي تو بي انت راك عارف بلي ماكسيموم راح تتعامل مع 50 لي كليون، 50 كليون وراك طياره كاع على 5 سنين تولي تتعامل مع 50 كليون، نورمال تقدر ديرها بي دبليو ا ولا تقدر تخدم لها ايبريد ولا كروس بلاتفورم. هنا بين قوسين على كوتي تكنيك، كيما قلت لك مود اوفين. حاجه واحده اخرى لاكسي رابيد، ما تحتاج تروح تكليكي تروح تحوس على السيت ويب اونتري تشيرشي كونيكسيون، ابليكاسيون بالخاف تدخل دير لاكسيون تاعك وتخرج. بارابور الداتا ثاني، الكوليكسيون تاع الداتا تاع لي زابليكاسيون موبيل داتا امبورطون بزاف، مالغري سيت ويب في الكوليكسيون تاع الداتا كامل، مي الداتا اللي راح يمدها لك التليفون بزاف امبورطون، باغ اكزومبل الوقت اللي يكون يخدم بها بزاف، سكرين اللي يشوفهم،
واش من سيستم ديكسبلوطاسيون، واش من ادريس اي بي، واش من بلاصه اللي كونيكتي منها، تقدر ما تعرف لا مارك تاع التليفون تاعه اتسيتيرا تاع السيت ويب، ما تقدرش تعرف مارك تاع البي سي اصلا، ما عندها تماما تعرف برك تيب تاع النافيغاتور صافي، لي زابليكاسيون تعرف ميم التيب تاع لي تليفون، كي اذا صراو دي بان تعرف ميم التيب تاع التليفون اللي صرات فيه البوغ هذاك. فوالا دونك هي دروك من شي نشجع اي واحد بروجي راح يقول اي نخدم ابليكاسيون، لازم يخمم مليح اسكو صح البروجي تاعي يخدم يسحق ابليكاسيون، واش من تيب تاع لي زابليكاسيون كاباب البروجي تاعك يسحق باش انستغرام هذا مكان اللي هي اصلا ابليكاسيون، فاهم، كاباب يسحق باش فيسبوك، كاباب يسحق سيت ويب، دونك سا ديبون الكا تاع سي البروجي. نورمال سي نورمال. حنا كاين انا نهضروا هكذا بيان سور، ما دوكا ماشي عفسه اللي راح تنطبق على كل واحد. دوك كل واحد واش راح يسحق، وكل واحد واش راح يناسب البروجي تاعو. حنا نهضروا على الناس اللي راهي ديجا انتريسي با لي زابليكاسيون موبيل، راك فاهم. تما رانا نهضروا دون الكا وين سي دار ليتود وشاف بلي لابليكاسيون موبيل صرا راح يكون ان لوفي البروجي تاعو باش يزيد يافونسي كثر وكثر، راك فاهمني. دونك رانا في الكاتيجوري هذا. كنت حاب نزيد برك انفورماسيون في لي نافيغاتور ثاني، تقدر تجيب سيستم داكسبلوطاسيون شنو هو في لي فاريابل سيرفر، هذه اونت بارونتيز. دونك نعاود لا ما كنت على سيستم، كنت على تليفون، تليفون ماشي سيستم داكسبلوطاسيون، تليفون داكو تري بيان، نوع تليفون ماشي سيستم تري بيان تري بيان. دونك حنا نعاودو نروحو للدوزيام بوان. دحو انت في رايك لو كان زعما انا راني كليون وراني حاب نخدم ابليكاسيون موبيل ودرت ليتود تاعي اكسيتيرا، لقيت بلي لابليكاسيون تناسب اكسيتيرا، وشو هما النقاط اللي راح تمدهم لي باش تقنعني باش ندير ابليكاسيون موبيل؟ هي انك وهي هي في الحقيقه هي في الحقيقه في الحقيقه سؤال اكزاكتومون، وعلاش لي كليون تاعي راح يسحقوا ان ابليكاسيون موبيل؟ هذه هي اكزاكتوم مي، هذه لا ريبونس لازم تجي من عند البروجيكت اونر، يعني صاحب البروجي هو اللي لازم يقنعني. ماني فاهمك. حنا نهضروا في الكا تاع اون طونك لابليكاسيون موبيل سي بون لازم تندار اكسيتيرا، شغل داخله شويه في هذه داخله في واش كنت تهضر دوكا، يعني على كل حال باللي لابليكاسيون موبيل راح تقدر تمدي دوني بلوس على انا نافيغاتور، ان سامبل نافيغاتور، تقدر تمدير دي بوش نوتيفيكيشن، تقدر دير كما قلت المود اوف لاين، تقدر تاكسيدي لي فونكسيوناليتي ناتيف تاع التليفون كما اذا سحقت لا بوزيسيون تاعو، ولا باغ اكزومبل في سارتان بروجي تسحق لادريس اكزاكت تاع الكليون. باغ اكزومبل كاين دي زونتربريز دو سيرفيس يديروا نيتواياج في لي بيرو ولا نيتواياج ا دوميسيل، دونك لازم لك لادريس اكزاكت، لا بوزيسيون اكزاكت. دونك بال بون بالنافيغاتور تقدر تريكيبيريها، ما راحش تكون بريسيز بيان سور، ما راحش تكون كيفاش يقولوا لها بالعربيه، ما راحش تكون مضبوطه كيما في التليفون، باسكو التليفون في جي بي اس اكسيتيرا. دونك هذه هي دونك كيما قلنا. ولا بار اكزومبل انت مدي ثاني واحد المثال شباب اللي هو زعما لي زاباري فوتو، كي تجي تطلع لي فوتو باردون، دوكا مثلا عندك ابليكاسيون اللي تخدم لك بار اكزومبل سي في تاعك ولا، ومن بعدها لازم تطلع فوتو بالتليفون فاسيلمون، تقدر دير فوتو يعني تقابل برك حيط ابيض تريكلي مليح التليفون تاعك، تلبس قميجك اكسيتيرا، دير فوتو وطلعها رابيدمون. الوغ كلو كان في البي سي لازم ديرها بالتليفون ودبر كابل ولا، ومن بعدها تبعتها وخدمه كبيره. دونك شو كيما واش كنت تحكي لنا دحو، راح نلقاو بزاف لي زافونتاج في سيرتان كا كيما قلت لك. هنا بيان سور راح نكونتكستواليزي يعني نديرو سياق الكلام تاعنا، راح لابليكاسيون موبيل ما راناش نقولوا بلي اي مشروع لازم له تطبيق في الهواتف باش يقدر ينجح، لا ماشي، ما راناش نهضروا على هذه. حنا رانا نهضروا على الناس اللي لقات بلي يعني درست الموضوع وشافت بلي الزبائن تاعها تسحق لابليكاسيون موبيل، وراهي حابه تدي دي زانفورماسيون على لي زابليكاسيون موبيل واش يديها، واش يعني واش راح يربح كي يدير لابليكاسيون موبيل. ومن بعد راح نلحقوا البوان تاع كيفاش باش نكري لابليكاسيون موبيل وشنو هما الطرق اللي كاينين باش نقدر نكري لابليكاسيون موبيل تاعي اكسيتيرا اكسيتيرا. انا نهضروا في الكا هذا دوكا. مالا كاريمون ندوزو للدرني بوان دحو اذا حبيت. وشنو هما
الطرق اللي كاينه باش نقدر نكري ابليكاسيون موبيل، وشنو هما يعني، ومن بعد موراها تقدر تقول لي وشنو هما، واذا تقدر تقول لي وشنو هما المراحل اللي راح نمر عليهم كي نروح نكري الابليكاسيون موبيل تاعي. راح نروح للمراحل باش نروح على الطرق. نو سي نورمال، سي نورمال، سي نورمال. دونك الحاجه الاولى هي كاين دي كليون اللي عندهم ديجا اكسبيريونس مع، راح يسهل عليا الخدمه. كاين دي كليون لا على بالها باللي دي، ما على بالهاش بالديتا. صح. دونك ليتاب الاولى اللي لازم ديرها بعد ما ديسيدي تخدم لابليكاسيون موبيل هي انه تخدم كاي تشارج. صح. كاي تشارج هذا باش يكون فيه، يكون فيه لي سبيسيفيكاسيون تاع لابليكاسيون تاعك. معناتها سبيسيفيكاسيون يعني لابليكاسيون اكزاكتومون واش دير بالديتاي. قال باغ اكزومبل لابليكاسيون بيرمي ليتيليزاتور كري ان كونت ا ترافار سون نيميرو تيليفون. لو كان تسمح لي دحو نفتح غير قوس خفيف. وي. هذا البوان اللي راك تهضر عليه بوان تري امبورطون، وهنا تبين باللي عندك الاكسبيريونس في الدومين. شوفوا جماعه شحال ما اخترت تلقى الناس يقول لك انا خدمت مع انتربريز ولا خدمت مع فريلانسر وانا الخدمه دائما يباكلي لي وما داروليش واش كنت حاب اكسيتيرا. لهذه النقطه اللي هضر عليها دحو. هذا النقطه اللي هضر عليها دحو بالضبط. لو كان نتايا ما تتفاهمش من الاول وما ديرش كما قال لك كاي تشارج، يعني كاي تشارج دوكا ماشي من لازم يكون كيما ديروا في لونتربريز ايطاتيك وين البلا بلا بزاف اكسيتيرا. على الاقل على الاقل تضبط وشنو هما الصوالح اللي لازم يكونوا في لابليكاسيون، وهذاك الكاي تشارج راح يكون بمثابه الوثيقه اللي راح كيما نقولوا تثبت كيفاش يقولوا راح تنسق، هذه كلمه نحوس عليها، راح تنسق بينك والبريستاتير هذاك اللي راح يخدم لك لابليكاسيون موبيل. تسمى هذه حاجه مهمه بزاف، انا عجبتني كي ذكرتها دحو. تفضل خويا. كما قلت خويا وليد، هي ليطاب الاولى انه تبدا دير الكاي تشارج. دونك سوا اذا كان سيد اكسبيريمونتي ولا اون جينيرال يكون دي زونتربرونور اللي موالفين بالخدمه ولا دي زونتربريز، باسكو ما نعرف ديجا نخدم مع دي زونتربريز اون طونك فريلانسر. سينو الى اللي ما يعرفش عنده ليدي برك راه زادم جامي نقلع نخدم معاه بلا ما نديرو كاي تشارج. دونك نديرو دي ميتينغ وهنايا وياه نديسيديو لي سبيسيفيكاسيون، باسكو دي فوا يكونوا اكزاجيري، دي فوا يكون عفايس ماشي رياليزابل، دي فوا يكون عفايس ماشي هوموجين مع ليدي تاع لابليكاسيون تاع سما نصحا انه لا لا هادي ما تجيش هادي تجي هادي ما تجيش هادي ما تجيش، باسكو ماشي نتبع ديريكت واش يقول لي. بيان سور هادي بارتي تدخل في ليتيد، تدخل فيها ليتيد تاع ليتيد دو مارشي، ليتيد دي كونكورون. قال بار اكزومبل اذا تحب دير في تي سي لازم غير تدخل تانسكريب النيميرو تيليفون باسكو سي رابيد، وكي غير تدخل بعد الانسكريبسيون تبان لك الماب. اذا مثلا قال لك الكليون يدخل لداخل يحط الاسم واللقب واليميل نقولوا لا لا هذه ما تجيش، ما قال لك سي فيزاب مي ما تجيش باسكو ليكسبيريونس يوتيليزاتور ماشي مليحه. هذو دي زيكزومبل. دونك ندير معاه دي سيسيون، نقعدوا معاه ونقصروا في الكاي تشارج ونريد يجيوه كيف كيف. كيما قلت لك يكون فيه الديتاي تاع لابليكاسيون ماشي يكون فيها كيما نقولوا دي فراز ميتي ماشي دي فراز تكنيك، باسكو انا من بعد راح نحوله دي سبيسيفيكاسيون تكنيك، باسكو كاين دو تيب دو سبيسيفيكاسيون فونكسيونال اي تكنيك. فونكسيونال هو يقول لهم الكليون يديسيديهم ها واش راني حاب لابليكاسيون دير بالديتاي ماشي غير لي دي جينيرال، او ميم طو يديفيني لي زاكتور دو سيستم، شكون كاين لي زاكتور في لابليكاسيون تاعك، شكون الناس اللي راح تنتيراجي مع لابليكاسيون تاعك. Exactement. Médecin, patient, administrateur, manager, etc. باش انا من بعد نعرف كيف نسيباري. قال لا لا هنا في الكتاك لازم لك دوز ابليكاسيون. قال هنا لا لا تقدر ديرهم اون ميم طون. فاهم؟ بعد ما نكمل الكاي تشارج وهذه ليتاب اللي هي امبورتون بزاف ويت فاليدا، نروحو ايتاب دوزيام اللي هي بروتوتيب. البروتوتيب وشنو هي؟ هذه هي انه تكري لها الابليكاسيون بلا ما تكريها، يعني برك دير لها الديزاين تاعها يو اي يو اكس تاعها. بعد بيان سير ما تكون عنده لا شارت جرافيك، تسمى لازم يكون عنده ديجا لوغو، ديجا تكون عنده ايدنتيتي فيجوال. وانا نخدم هذيك الخدمه باسكو اون مون طون ثينك نخدم يو اي يو اكس ديزاينر في الكوتي تاع الموبيل. دونك نخدم لها البروتوتيب اللي هما سكرينز تاع الابليكاسيون ونبريزونتيها له كي شغل الابليكاسيون تاع صح يشوفها، وهذيك الخدمه ما تديليش بزاف كيما ديفلوبمون صح صح. دونك هو كي راح يشوفها ويفاليديها بلي هذا البروتوتيب صح اني حابها كيما هاك، اللي راهو يريسبكتي الكاي تشارج باسكو الكاي تشارج كيما تقول هو وثيقه اللي تنسق بيني وبينه، ومام طو تبروتيجيني انا باش من بعد ما يقوليش ما درتليش هذيك اللي ما تفهمناش عليها، ومام انا ما نديرلاش ما نجيش من بعد نقول له هذه ما نديرهاش باسكو ما تفهمناش عليها. تسمى بروتيجي هو يبروتيجيني انا، هذيك الوثيقه اللي تكون كي شغل كونترا فيما بيناتنا. بيان سور لازم تكون كاينه كونترا ابار
خاطر اللي لازم تكون تريسبكتي هذاك الكالتشر. كاي شارجي يكون اون اي بعد ما اون دير اكس بروتوتيب جينيرال بيان سور، اون اكس جي دونك كونترا هنايا باش بعد ما يفاليدي البروتوتيب ويشوفه، دوك هنا ندخل في لا فاز دو رياليزاسيون. لا فاز دو رياليزاسيون هنا هي اللي راح تطول، يكون فيها باغ اكزومبل ان موا دو موا تروا موا، سا ديبون لا كومبلكسيتي تاع البروجي. نكون نريسبكتي البروتوتيب والكاي شارج، ودي فا يكونوا كاينين دي فيرسيون اتيراتيف اللي نبارطاجيهم ولا نليفريهم للكليون يسي لابليكاسيون ويرجع لي فيدباك تاعو، ماشي بارابور لا فونكسيوناليتي ولا بارابور الورك فلو. كيما نقول الورك فلو هما لي زيتاب باش تلحق نيمبورت كال فونكسيوناليتي، باسكو ديجا راهو فاليداه في الكاي تشارج، فاليداه في البروتوتيب، تما من بعد ما لازمش نموديفي، باسكو الموديفيكاسيون راح تكون كوتوز بارابور ليا كوتي الوقت وتاع بارابور ليه، باسكو راح يزيد يخلص عليهم. باسكو اذا لو فات كنت فاهم البروتوتيب ما عندوش الدروا انه يقول لي موديفي من بعد غراتويتمون. هنا تجي لا فاز رياليزاسيون، يكونوا دي فوا يكونوا دي فيرسيون ايتيراتيف، دي فوا حتى ليفريها له كومبليتوم تكملها اذا كانت با سامبل. بعد ما ليفريها له راح تكون هنا فاز دو تيست، ديجا كاين دو تيست ديفلوبمون كوتي تاعي، وكاين تيست كيما نقولوا فيرسيون الفا. هذيك الفيرسيون الفا يتستيها هو الخدامي تاعو لا فامي تاعو لي زامي تاعو، يبعث لهم ليا ينستاليو لابليكاسيون ويسيو كاع لي فونكسيوناليتي، او ميم طون بريباري له دي سيناريو ان كاي دو تيست. هذا كاي دو تيست فيه دي سيناريو، لي سيناريو كاع اللي ممكن يصراو. قال مثلا يدخل كليون يفتح كونت يسي ريزيرفي ابري يطفي الكونيكت ونتستيو اسكو راح تقول له باللي الكونيكسيون تاعك ضعيفه ولا تبوغي. قال شكون نسيو كاع لي سيناريو اللي كاينين، يسي كري كونت او ميم طو عنده كونت، تما لازم تقول له راك ديجا عندك كونت، تما نسيو كاع لي كابوسي. باش انا نسهل عليه راح نكري له كاي دو تيست اللي فيه لي سيناريو هادو بوسيبل ممكن يصراو، ونبعثهم له ويسييهم كامل ويبقى يفاليدي هذه مشات هذه مشات هذه مشات هذه ما مشاتش. اذا ما مشاتش راح يرجع لي الفيدباك الرابور، وانا نشوف في الكا هذاك علاه ما مشاتش، وكما قلت لك راح يدخل لي البوك في السيستم. كما قلت لك هذه الفائده تاع لي زابليكاسيون موبيل، انك تقدر تعرف البوك على صرا. قال باغ اكزومبل لا رام ما كانش كاينه في التليفون هذا، قال مثلا عندها اندرويد قديم اتسيترا اتسيترا اتسيترا. كي تكمل فاز دو تيست يعني الفيرسيون الفا، راح هنا يلونسي الام في بي تاعو في لو مارشي. الام في بي هو مينيمال فاليبل برودكت اللي تكون فيه لي فونكسيوناليتي برينسيبال تاع السيرفيس تاعه، ما يبقاش يزيد عليها بزاف، باسكو كاين دي كليون. هذه نقطه بزاف مهمه اللي نحب نبارطاجيها معكم، كاين بزاف اللي يحب يزيد عليها في الديبي ويحسن روحه بزاف، يبقى يخمم في لي زيد، نزيد لهم هذه نزيد لهم هذه باسكو ما كاش، ونزيد لهم هذه نزيد لهم هذه نزيد لهم هذه، حتى يلقى روحه عنده بروجي كومبليكي بزاف، رياليزاسيون تاعها تبقى عامين ولا ثلاثه. هذه ثاني بوان مليح بزاف بزاف دحو باسكو البوان هذا اللي تهضر عليه يصرى بزاف، باسكو حنايا ما عندناش ميثودولوجي، يعني ما عندناش طريقه للواقعيه لتجسيد المشاريع. واش راك تهضر انت دوكا دحو سي راك تقول، وهذه يعني نوافقك انا في هذا جوستومون، كاين بزاف ناس يكون عنده ليدي تاع مشروع تاعو ويقول لك انا دوكا باش ينجح المشروع تاعي لازم نزيد له بزاف صوالح باش يكون زعما بارفي وندخل به السوق وما كاش لي يوقف قدامي. الور كو لو كان تروح تشوف داير، واش كنت انت تحكي واش كنت كنتك تحكي من قبل على لي زيتيراسيون اكسيتيرا، دونك واش يصرى جينيرالمون في امريكان ولا اكسيتيرا ولا بارتو دون لو موند، سي لي ميثود اجيل. دونك عندك علاش انا نمد هكذا ديموكلي، هي على بالي فيها تكنيك، هي فيها تكنيك مي يريشارشيو عليه. واعطيك الصحه، هو خفيف يعجبني انا دحو. الله يبارك عليك الله يبارك عليك. قلت لك دونك هادو يسموهم لي ميثود اجيل، سي كيفاش انايا ننتجري المارشي رابيدمون ا موان دروكو. واش كان هذا واش كان يحكي دحو؟ دونك انا عندي دوك باش نلخص واش راني حاب نهضر. دونك انا عندي مشروع، نمدو اكزومبل، عندي مشروع، انا حاب عندي المشروع وانا مقتنع بزاف بليدي تاعي. ديجا كي نجي نونسي المشروع تاعي بالغلطه اللي كاين اللي يديروها، ما نقولوش بزاف ولا شويه، مي كاين اللي يديروها
سي كي يلونسي ديريكت يروح يرياليزي المشروع ينفيستي فيه كتا. وكنا هضرنا مع حسين بوكابوس هضرنا بلي لازم ديروا لي تيوت تاع البروجي تاعكم قبل وترياليزيو ان بيزنس موديل كونفا اكسيتيرا بيزنس بلان بعد ديروه اكسيتيرا حكينا عليها هذه من قبل. دونك لازم دير لي تيوت الدراسه من قبل لازم دير الدراسه تاع المشروع تاعك هذه من قبل هذه حاجه مهمه بزاف. ومن بعد كي تلحق باش ترياليزي واش كان يهضر دحو واش كنت نقول انا ثاني سك كي تروح كي تروح تتعمر بزاف العفايس في البروجي تاعك كاين زوج عوامل راح يتقاسوا العامل تاع الوقت سك انت راك راح تطول باش تخرج لا سوليسيون تاعك للمارشي راك راح تطول وكي هذه تاع راح تطول كاين بزاف صوالح راح يصراو وحده منهم يقدر يهبط لك المورال وتكره البروجي تاعك وكاين الناس اللي تصرا لهم هذه الحاجه تقدر يقدر واحد اخر يفوتك ويخرج ليدي تاعك وما يديرهاش كيما كنت خمم لها انت ما يكثرلهاش بزاف باسكو دائما ليدي كي تكون عندك فكره تاع مشروع وانت تكون مقتنع بهذاك المشروع عندك النوايو يعني النواه تاع ليدي قال بار اكزومبل كيما قالنا دحوز زعما في تي سي فيكول دو ترونسبور افيك شوفير دونك مثلا قال ندير ابليكاسيون موبيل كوموندي بها تاكسي هذه هي ليدي الاولى وبعد تزيد لها صوالح دونك انت كونسونطري دائما على ليدي الاولى دونك واش كان يهضر لنا دحو سيك نتايا كي تروح ترياليزي البروجي تاعك دير النواه تاع البروجي تاعك هذاك اللي لازم ترياليزيه في الفاز الاولى وبعد نتايا كي تخرجوا للمارشي راح يكون عندك الفيدباك اكسيتيرا ولازم لازم من بعد تسقموا وفيريا ميزور يخرجوا لي ميساجور اكسيتيرا لو كان ما كما كنا نهضروا على تعمر بزاف وراح يدي وقت كبير سك تقدر تدي وقت كبير وبعدها كي تخرج للمارشي تلقى هذوك العفايس كاع اللي زدتهم اون فان كونت ما يساعدوش الناس تبدا تنقص في الصوالح وتبدا تزيد منها وتبدل منها يولي عندك بزاف لي موديفيكاسيون هذه من جهه واحده اخرى دونك هضرنا على يقدروا يدوا لك ليدي يقدروا تقدر تكره نتايا ويقدروا كي تخرج لا سوليسيون تاعك ما توالمش المارشي دونك لازم انت دير واش لازم كفكره تاعك باش تخرج للمارشي ومن بعد تيستي ومن بعد تعاود تسقم. والعامل الثاني اللي هضرنا عليه العامل الاول قلنا الوقت العامل الثاني وشنو هو سيك راح يسقام لك بزاف باسكو دير في مليح في بالك بلي قد ما حاجه تعقدها بزاف وراح يكون فيها خدمه بزاف قد ما راح تقام لك اكثر. دوكا نمثلوها كيما باطيما بار اكزومبل كي راح تخدم باطيمون ولا حاجه ولا ريزيدونس نقولوا انت عندك بروجي تاع ريزيدونس راح تخدم ريزيدونس قد ما تزيد لي زيطاج في ريزيدونس وتزيد الدخلات تزيد السوسول تزيد الباركينغ في السوسول تزيد قد ما تزيد هاد الصوالح قد ما حيقام لك اكثر. هذه هي غروسو مودو نغلق القوس نغلق القوس دونك هذه ليدي اللي عجبتني بزاف وهضر عليها دحو اللي لازم الناس ترد بالها في هاد الصوالح دونك باش ما يدخلوش في حيط كيما قلنا. تفضل خويا دحو. شكرا هذا في مثل هم يفهم اللي راح يقنعهم بالك الواحد يقول لك لا ورانا راني حاب نربح لي كونفيرون كيف ندير عفسه بازي قل من لي كونفيرون دونك لازم نربحهم كامل. وغنحكي على لي دو بوان لا دو بوان البوان الاول اللي هو اكزومبل من رياليتي جاني جاك كيستيون في راسك علاه ابل ما ديرناش باغ اكزومبل الباتري فيه 8000 الكاميرا ديالنا خير من تاع العام الجاي ولا علاه اشاك فوا تزيد لنا شويه باسكو هي اللي تقدر دوكا تقدر دير لك 10000 ملي امبير نورمال قبل 5 سنين كانت قادره دير تاع 3 كاميرا كانت كاميرا نورمال مي كي ديرها في هذاك الوقت العام الجاي واش راح تزيد دونك لازم تخلي هذوك لي فونكسيوناليتي تاعك اللي دير بهم البيز من بعد باسكو انت الماركتينغ بعد باش دير ماركتينغ كيما قال كي دير دي ميزاجور لازم تكومونيكي مع الكليون تاعك كيف هتكومونيكي تقول بلي فوالا نزلنا لكم هذه بعد ما سمعت الفيدباك تاع الكليون تاعك كيما قلت واش الحاجه اللي ساعدتهم واش العفسه اللي دومونداوها تما انت راح تلم الفيدباك على الكليون تاعك تشوف واش هما محتاجين وتشوف بارابور الباكيج ولا الباجاج تاع لي زيد اللي هم في راسك وتكومباري معاهم اللي تساعدهم بارابور واش هم في راسك ابليكيها وبارطاجيها هنا راح تقدر تدير البوز راح تقدر تدير دي زيدي تاع دي فيديو بروموسيونال راح تكون عندك دي زيدي تاع دي بيبليسيتي ماركتينغ وهكا راه تزيد الشعبيه تاعك ومنطور راه تزيد تنجح في الشركه تاعك اكثر باسكو من بعد كي تلاسي لي دي تاعك وكامل ماركتينغ بعد الهضره من بعد ماركتينغ كوميرسيال تجيب لي كليون ودير بيبليسيتي اكثر وبيان سور مينتينونس وطلع دي فونكسيوناليتي جدد حاجه دوزيام قبل ما نتلونسي نبورت البروجي باش تقول لي انه لازم ندير بزاف باش نكون خير من لي كونكيرون هي لا مش لازمش تكون دير بزاف باش تكون خير من الكونكيرون لازم تكون ديفيرون ديفيرون ماشي كثر ديفيرون. كاين واحد الحاجه في الماركتينغ اسمها اليو اس بي اليونيك سيلينغ بوينت هذه اليو اس بي معناتها وشنو الحاجه اللي تخليني نشري عليك وما نخليش على الاخر. وكاين اللي غلط في الكونسيبت هذا اللي دايروا انه لازم يكون البري ناقص فقط
نعاود دايما نقول لك ابل ماشي شرط تكون رخيص. كاين مثلا دي سوسيتي دي ليفريزون نحب نخدم معاهم، نخدم الاي كوميرس نحب نخدم معاهم، ما كليكو غالي لي كونفيونس رابيد. عندهم مثلا دي بيرو في سيكون في تويتر يديروا رابيد يديروا نورمال. عندهم بوينت ريتي عندهم ادوميسيل، هادو هما اليو اس بي تاعهم. دونك لازم ديفيني اليو اس بي تاع البروجي تاعك، لازم تعرفها انت الاول ولازم تعرف كيف تكومينيكي. فاذا انت عندك هذاك اليو اس بي راك مخبيه عندك، راح وي تبان نتايا كيف كيما لي كليون الاخرين، راح تبان برك مقلد مقلد للناس. اخر مثال نكمل به البوان هذا هو سينيال. سينيال اللي سمعتوا به هو السوشيال ميديا اللي جا سيكيوريزي هذاك الوقت، بس كبير طلعوا فيه في مليون يوتيليزاتور بالخط غابيت وعلاه، باسكو هذاك الريزو سوسيال اللي كيف كيما فيسبوك ولا تويتر انونسا بلي انا سيكيوريزي، انا ما نخبيش لي دوني تاع لي يوتيليزاتور، الناس كاع راحت ليه. دوكا مام الناس بروفيسيونيل راهم يتعاملوا به كيما واتساب واحد الوقت كانوا يتعاملوا به لي بروفيسيونيل. تقصي واحد هكا انتربرونور ولا واحد يخدم كاش من شركه تقول له زعما ماين تكون يعطيك الواتساب، ما يعطيكش فايبر ما يعطيكش لاين، باسكو على الواتساب سيكيوريزي. بعد ما شات فيسبوك بدا شويه دي ديفيرونسي صح، من قبل ما تشري فيسبوك كان سيكيوريزي انه الميساج يقعد عندي وعندك برك برك ما عندهم برك دوني ما يخبيه عندهم دور. هذه يقولوا لها فيس تو بير نتورك ولا اند تو اند انكريبشن، يعني انا نبعث ميساج تلحق لك ميساج واحد ما كسرت بارتي اللي عندها الميساج تاعك. هذا هو اليو اس بي تاع لي بروجي مالغري كو فاريا ليكزاسيون تاع الواتساب تنحب بزاف. نجي دو سمان نخدم لك ابليكاسيون كيما واتساب نورمال كوبي كيفا اكزاكتومون كيفا، عطي لي برك سيرفر يكون قريت ولا كيفا. اذا ما نقدرش علاه سبيس لا ميم ايدي نفس لي اس بي كابابل، نقدر نلغي اي اس بي واحد اخر كابابل. لا فوالا لازم تخمم في الكوبي هذا كيف تكون ديفيرون ماشي كيف تكون خير. فوالا نتفق معك 100% خويا دحو، باسكو لو كونتر ماركي باغ اكزومبل ما على باليش، كان نحب ندو دي زيكزومبل تاع باغ اكزومبل رولكس داخله في اللوكسوري، داخله في حاجه كاليتي راك فاهم. لو كان تروح تخدم، لو كان تروح تشوف باغ اكزومبل بيست باي في امريكان، سي اون غروند تو شين تاع لي سوبر مارشي اكسيتيرا، عندهم عفايس بون بيري، تما ماشي حاجة داخلة لازم تكون كاليتي ولا يعني لازم. واش حاب يقول ماما خويا دحو سيك لازم تكون حاجة تكون تميز بحاجة، لازم حاجة تميزك، وهذيك الحاجة بيان سور لازم تكون بوزيتيف ماشي نيجاتيف، يعني تكون حاجة إيجابية اللي راح تجيب الناس ليك، سواء انت السيرفيس تاع السيرفيس تاعك دو كاليتي، ويعني هذه بيان سور داخلة. ومن بعد انت شكون راك تسيب لي راك فاهم. دوك انت كي تروح تكري بروجي تاعك، إذا راك تسيب لي حاجة لايك كلاس يعني الناس اللي عندهم دراهم اكسيتيرا، لازم تكومينيكي في هذاك الشيء ولازم تمد لهم واش هما راهم يحوسوا. ومن بعد اذا راك تحوس انت حاجه تاع الشعب البسيط وكذا، راك راح تهضر على البري وتهضر على فيس واحد اخرين. دونك يعني هذه حاجه ثانيه مهمه بزاف، ويعني حاجه اللي مليحه في الماء ديجيتال شاك فوا يجي نظيف يزيد يمد لنا حاجه مليحه، حاجه مليحه اللي تزيدوها في البروجي تاعكم لازم تخموا عليها وتسقموها قبل ما تخرجوا للمارشي. خويا دحو يعطيك الصحه بارك الله فيك، راك وضحت لنا السوجي كما كنا حابين ومديت لنا معلومات. دوكا راح نطلب منك حاجه سيك مد لنا كونساي الواحد حاب يكري ابليكاسيون موبيل، يعني لو كان واحد حاب يكري ابليكاسيون موبيل وشنو هو الكونساي، كونساي واحد بيان سور، وشنو هو الكونساي اللي كيما نقولوا بريمورديال لازم يكون عنده، لازم يسمع هذا الكونساي. دوك انا عندي بروجي انا حاب نخدم ابليكاسيون موبيل، شنو هو الكونساي اللي راح يعطيه لي دحو بالاكسبيريونس تاعو في الديفلوبمون تاع لي ابليكاسيون موبيل؟ تفضل. كونساي واحد برك، واحد واحد اللي تشوفو انت امبورطون بزاف راك فاهمني. بون راح نقول لك صح كونساي واحد. لي زوتي ما يهموش، لي زوتي اللي تخدم بهم الابليكاسيون موبيل ما يهمش، صح لا ميثودولوجي اللي راك تتبع فيها وصح لي فونكسيوناليتي اللي راك حاطها نتايا، لي زوتي ما يهموش. دونك ما تبقاش تحوس على لي زوتي، قال مثلا لا تكنولوجي اكس ولا لا تكنولوجي ايغراك باش نخدم الابليكاسيون موبيل، باسكو قالوا لك اللي عندنا. حوس على الميثودولوجي اللي تتبعها باش تنجح الابليكاسيون تاعك، ابري لا تكنولوجي راح تحوس عليها ديبونتي واش راح تحوس.
باسكو لي ميثودولوجي ماشي كاع كيف كيف كل ميثودولوجي كيما حكيت لك من قبيله تاع بروغريسيف اب ابليكيشن تقدر تخدم بيها، الهايبريد تقدر تخدم بيها، النيتف تقدر تخدم بيها. دونك البروجي تاعك هو اللي ديسيدي تي تاع لابليكاسيون، لي فونكسيوناليتي تاع لابليكاسيون تاع الام في بي يديسيديهم لي تي دو مارشي ولي دي تاعك انت اللي بداتك، وابري ديفلوبمون تاع لابليكاسيون يديسيديه المارشي اونيكوم. دونك المارشي هو اللي يقدر، ماشي لي زيدي تاع واش قالوا الناس ولا واش بان لك انت بلي كوريكت المارشي تاعك، وشكون هو المارشي ماشي كاع الناس، لا سيب اللي راك انت مديفينيها. يعطيك الصحة، واش نزيدو فوق هذه؟ بارك الله فيك خويا دحو، يعطيك الصحة، راك وفيت كيما ما فيها نقولو. اون توكا إذا عندكم دي كيستيون تقدروا تروحوا، أبارامون دحو قال لك ديسبونيبل في انستغرام، تقدروا تروحوا تحوسوا على دحو، جو بونس لو كان تبوزيو لي كيستيون راح يجاوبكم افيك كرون بليزير، ولا تحطوا له في لي كومونتير لا باج ديال ديجيتال. ما تنساوش تسويونا وتسويو دحو، فرانا ثاني ديسبونيبل في فيسبوك انستغرام يوتيوب و لينكد ان. وين راك؟ وين نلقاوك دحو؟ صحتو مثلا فيسبوك لينكد ان يوتيوب تويتر كلش. يا خويا يا خويا اطلب يحضر يعطيك الصحة دحو. وش نقول لكم؟ ما تنساوش طوروا دائما مرواحكم، كتر خيركم، يعطيكم الصحة، الى ملتقى واحد اخر ان شاء الله. سلام سلام سلام.